ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. هذا يقول: في منطقتنا تنتشر جماعه التبليغ وقد لبسوا على الناس، نرجو منكم بيان منهجهم. قد بين العلماء كثيرا وتكلمنا عن هذه الفرقه الضاله كثيرا، وهذا الاخ السائل يراجع كلام اهل العلم وتسجيلاتهم من العلماء وائمه الاسلام، فتكلموا الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين والشيخ النجمي وغيرهم من علماء الإسلام والألباني وغيرهم كثير، فهي فرقة ضالة خارجة عن السنة. نعم، لكن العامة العوام الذين قد ينخدع بهم يجب أن تكون دعوتهم للخروج من هؤلاء أو لترك هؤلاء بحكمة وبتعليم وببيان الحق لهم بالتي هي أحسن للتي هي أقوم حتى يعرفوا. أما تأتي تقول له هؤلاء مبتدعة، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، وتمشي فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كنت أهلا للدعوة فادعو، ما كنت أهلا للدعوة فأمسك حتى لا تفسد أكثر مما تصلح. الدعوة إلى الله لا يقوم بها إلا أهل العلم، ومن كان ماذا على طريقة أهل العلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فيجب أن يكون الداعي إلى الله، ومن ذلك التحذير وبيان الحق للناس في قضية هذه الجماعة أن يكون بعلم وماذا وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.